بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، معكم في فقرة جديدة، فقرة شيف رئيسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة الحلقة هنكمل بسكوت العيد بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، كل عام وهم بخير. الحلقة اللي فاتت عملنا البسكوت وعملنا البيتي فور، النهاردة إن شاء الله هنعمل الكعك وهنعمل لانكشاير وهنعمل الغريبة بأصنافها المختلفة. أولا هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط المقادير عشان تاخد وقت في الخفق وكده. فهنبدأ نعمل بسم الله الرحمن الرحيم الغريبة. مقدارها عبارة عن كوبايتين سمنة و يعني حوالي تلات أرباع أو كوب كامل سكر. وهنحط لها، انا عن نفسي بحط لها بيضه، لان البيضه بتساعد في تماسك الغريبه، والبيكنج باودر طبعا. هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نضرب السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنضربها في المضرب. كوبايتين السمن ومعاها نص السكر. الغريبة بتحتاج ضرب كتير علشان السكر البودرة يدوب وما تبقاش فيها آثار للسكر. وهنحط معاها طبعا البيض، بيضة واحدة بس. وبعد كده طبيعي ما دام في بيض لازم يكون في فانيليا أو ريحة، حاجة بسيطة كده. وهنحط معاهم السكر، فحطينا السمنة والسكر والبيض، والمقدار ده خلص. وهنضرب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب المقدار ده يفضل يضرب مع نفسه لحد لما السكر يدوب خالص، لأن السكر بياخد وقت مع السمنة. هنسيبه لحد لما ياخد وقته. بعد كده هنضرب، هنعمل مقدار اللانكشاير. اللانكشاير عبارة عن كوب ونص سمنة، كوب ونصف سمن، لازم السكر نص السمن، كوب ونصف سمن، وهنضرب البيض. المفروض احنا كنا ضربنا البيض الأول، معلش أنا آسفة، اضطر أنا إيه اسفه معلش هضطر اضرب البيض الاول، اسفه سامحوني معلش، والفانيليا. وهنخلي المقدار ده يضرب في الخلاط، معلش هنشغل الخلاط التاني عشان بس اكسب وقت، لان انا وقتي قصير ما عنديش وقت. فانا حطيت هنا اربع بيضات والفانيليا. بعد كده هنجهز، نحط البيض والفانيليا. لازم اتابع هنا وهنا علشان ما يضيعش مني، فانا بتابع هنا وبتابع هنا. حطيت البيض مع الفانيليا، هنضيف السمن. وربع او نص كوب سكر. هساعد الخلاط عشان ايه ساعد في الطب. حطيت هنا اربع بيضات وفانيليا، وحطيت كوب ونصف سمن ونص كوب سكر بس.
وحطيت نشا، نص كوب نشا. انا بساعد الخلاط عشان هيفضل يضرب مع نفسه كده. وبعد كده هنبدا وانا على بال ما يتضرب المقدار، انا هبدا اعمل مقدار الكعك عباره عن نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، ومقدار من السمسم نص كوب سمسم، ونص ورقه بيكنج باودر، نص ورقه بيكنج باودر، وهنحط حوالي معلقتين او ربع كوب سكر. دي هتفضل تضرب عشان خاطر السكر يدوب في السمنه، لان الغريبه محتاجه ان السكر يكون دايب اكتر. هنا حطيت دقيق وحطيت السمسم والبيكنج باودر، واحط مقدار البيكنج باودر هنا في الخلاط. وبعد كده هنا هضيف انا السمن. في ناس بتعمل الكعك بخميره، خميره فوريه، وفي ناس بتعمله بالبيكنج باودر. انا بفضل ان انا بعمله بالبيكنج باودر، اسرع وافضل. هفضل اضرب في المقدار كده، ولو احتاج دقيق احط له دقيق، مش مشاكل، ان الكعك بسهوله انك تظبط المقدار بتاعه. هفضل اضرب في المقدار كده، ولو احتاج دقيق احط له دقيق. يعني غالبا مقدار الكعك كده يعني يعتبر يعني شبه انتهى، يعني مش محتاج وقت كتير. هو هياخد وقت في التشكيل، انا يعني هقول لكم الطريقه اللي تشكلوه ازاي بيها. احط شويه دقيق، حاجه بسيطه كده. ده مقدار الكعك كده يعتبر خلص. هجيب اشكله بالشكل ده، بالطريقه دي، واحط في جواه الملبن، الملبن الاحمر او بلح. يعني في ناس بتحب بتحط في قلبه بلح عجوه، وفي ناس تحب تحط ملبن، يعني سواء كده او كده. هنروح نشوف الغريبة. معلش، الغريبة حط لها الدقيق بقى، تفضل تضرب في الدقيق. محتاج تحط دقيق تاني. وبعد كده هنصب مقدار اللانكشاير، نحطه حتى في الطاسة هنا، مش مشاكل. نحطه في الطاسة هنا، احط مقدار الدقيق، هنفضل نضرب الدقيق، هنفضل نضرب الدقيق كده. ده مقدار اللانكشاير عبارة عن كوباية ونص سمن، ونص كوب سكر بودر، و ربع كوب نشا، واربع بيضات، وفانيليا طبعا، والبيكنج باودر. بعد كده هيفضل كده نضرب فيه كده، يعتبر ايه المقدار.
والغريبة شغالة في الخلاط. هفضل اقلب في المقدار كده لحد لما تبقى العجينة متماسكة. بعد كده انا بقسمها لثلاثة، جزء بالكاكاو اللي هو ده لانكشاير بالكاكاو، وجزء الابيض السادة اللي هناك، يعني في ابيض وفيه البني، ودي تشكيلة برضو تانية. لانكشاير بني بالكاكاو او بالشوكولاتة، يعني ايه حسب الرغبة، في ناس بترغبوا بالشوكولاتة وفي ناس بترغبوا سادة. غالبا مقدار اللانكشاير انتهى خلاص في التحضير. يبقى انا كده خلصت مقدار الكعك وخلصت مقدار اللانكشاير، هخلص مقدار، بسم الله الرحمن الرحيم، هخلص مقدار الغريبة برضو. الغريبة عبارة عن 2 كوب سمن وواحد كوب سكر، او نص كوب، 3/4 كوب سكر بالظبط، يعني نص 3/4 كوب سكر. الغريبة مش محتاجة بيكنج باودر نهائي، هي بس السمنة والسكر والدقيق. انا هجيب مقدار الدقيق، هحط مقدار الدقيق، هقربه هنا معلش، اقرب مقدار الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اهم حاجه في الحلويات عموما النواعم لازم نظبط الدقيق والمقادير، لو ظبطت المقادير والدقيق هتطلع معاكي حاجه زي الفل. لكن انا المقدار اللي بديهولكم بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله ما الحاجه بتاعته 10/10، يعني انا في ربع ساعه يعتبر خلصت الثلاث مقادير، لان المقدار ثابت ومقداره ان شاء الله هتجربوه وهتدعولي وهتشكروني ان شاء الله، لان في ناس كتير جربت مقدار البسكوت واتصلت بيا وشكرتني، فان شاء الله كده انا خلصت المقادير. انا كده خلصت الكعك وخلصت الغريبه وخلصت اللانكشاير، هبدا اشكل، هوريكم تشكله ازاي. طبعا لو عندي وقت انا هفصل اللانكشاير ده جزئين، جزء اصفر وجزء بني زي ما انا عامله كده، البني هحط عليه شوكولاته. فانا هشكل ازاي، هعمله كور بسيطه خالص كده، كور كده، كور كده، هنعمل ايه يعني اللانكشاير، كور كده. طبعا لو في وقت البني طبعا هيبقى جنبه، ادي اللانكشاير البني والاصفر هناك. بعد كده برضو الغريبه، الغريبه هن انا يعني عشان وقت الحلقه فانا هعمل لكم عينات بسيطه بس من التشكيل. الغريبه يعني يا دوب بس هنلفها ونسيبها كده، هي هتدخل الفرن مع درجه الحراره هتتساوى مع نفسها، وما نكترش الدقيق عشان ما يعني تتشقق فوق، ويبقى فيها لو كتر مقدار الدقيق فيها يعني تبقى متشققه كده، ما تبقاش مظبوطه. هذه المقدار قاعد معايا تشكيل الغريبه، معلش انا اسفه عشان وقت الحلقه قصير، سامحوني الوقت مش مساعدني. فده مقدار الغريبه، هتعمليها زي الكوره كده وبس، هتسيبيها مش هتعمل فيها اي حاجه، هي مع حراره الفرن هتتساوى. هنعمل بقى مقدار الكعك، الكعك هندوره، هندوره دايره وهنفتحه في النص، نحط له ملبن او اللي هي عجوه البلح، يعني يا دي يا دي. طبعا انا كده عملتها واحط في قلبها العجوه او الملبن الفراوله، برضو نفس القصة، هسيبها كده هتدخل الفرن، يعني هتبقى متساوية مش محتاجة اي، مش محتاجة انك تدوس عليها او لا،
هي مع نفسها في الفرن هتتساوى. حتة الملبن كده حطها في النص وهسويها كده. طبعا لو في الشكالة هتدوس عليها بالاشكال هتديك الشكل اللي فوق، بس عموما مع سكر البودرة مش هيبان الشكل، يعني لما بترش سكر البودرة مش هيبان شكل الكعك. عندك بصامة؟ ماشي. ما عندكيش؟ خلاص عادي. طبعا انا عشان وقت الحالة انا عملت بس عينات عشان تبقوا تشوفوها على الهوا، لكن لو في وقت انا كنت يعني هقسم المقدار نصين، احط الكاكاو اهو موجود معايا، وبعد ما بيخلص طبعا بنحط الاشكال دي ممكن نعمل اللانك شاير بالسمسم او بالفرماسيل او بالحلاوه المتلونه او الفرماسيل البني. دي الاشكال اللي انا شكلت بيها قدامكم على الهواء اهي. دي الاحمر عباره عن طعم فراوله مع لون فراوله، اللون الاحمر ده طعم فراوله مع لون فراوله، ومتشكله بالسمسم والفرماسيل البني والفرماسيل الالوان. كده انا ايه كملت المقدار. ممكن تبصميها بالبصامه بتاعت الكعك هتبقى معاكي زي الفل. انا عملت لك عينه من الكعك وعينه من وفي نهايه الحلقه انا بتاسف لضيق الوقت، فانا عملت لكم الثلاث مقادير الكعك والغريبه واللانكشاير. الكعك بعد ما بيطلع من الفرن بنسيبه يهدى شويه، وبعد كده بنرش عليه سكر البودره زي ما انا عامله عينه قبل الهوا عشان وقت الحلقه. وقدامكم الحاجات اللي انا عاملاها قبل الهوا، وان شاء الله هتجربوا المقدار وتشكروني. واسفه يعني لو ضيق الوقت برضو مره تانية، وشكرا جزيلا ليكم، ويا رب ان شاء الله يعجبكم تطبقوا عمل ويعجبكم المقدار ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.